طردت الصين الثلاثاء دبلوماسية كندية في شانغهاي بعد يوم من طرد كندا لدبلوماسي صيني في تورونتو، مما يفاقم التوتر القائم في العلاقات بين البلدين بسبب مخاوف من النفوذ الصيني في البلد الأمريكي الشمالي. الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العام لكندا في شانغهاي شخصا غير مرغوب فيه، وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها طلبت من الدبلوماسية الكندية جينيفر لين لالوند مغادرة الصين بحلول 13 من مايو الجاري. وطردت كندا الاثنين دبلوماسيا صينيا بعد اتهامات لبكين بمحاولة ترهيب سياسي كندي والتدخل في انتخابات البلاد في خطوة أثارت التوترات بين البلدين.